الرحمن الرحيم. معكم النهارده يوسف المغني وإياد رضا من قناه مستر تامر، والنهارده هنشرح مقارنه الصفات ما بين شخص مجموعه الصف الخامس الابتدائي. من فضلكم اعملوا لايك واشتراك عشان ننجح القناه. نبدا يا يوسف، اشرح كده يا يوسف. دلوقتي هنشرح مقارنه الصفات ما بين شخص ومجموعه. تمام، تعالى هنا من عند الشمال، من هنا تعالى كده حول، روح هناك. ها اتكلم وانت بتكتب. الفانت بعد ال في اي. ها ايوه. ها علي صوتك. جميل. ايوه. رد عليها. حرف متحرك. جميل. وبعدها نكتب اس اس ذا بيجست. اه. بعدها المجموعة انا. تمام ماشي. ندي لإياد كده الاخر يكتب مثال. على صوتك. ايوه. عاوز تكتب تقول ايه؟ القطة اصغر حيوان. ها. ها. سمولر. لا. اس. ايوه. سمول. يبقى the cat is the smallest animal. يبقى هنا المقارنة من أكتر من اتنين، بنجيب مين؟ the والصفة بحط لها ايه؟ est. اشرح لي يا مغني كده، خد المايك اشرح لي كده شفوي كده. ها ايه في القلم؟ بص لك، بص للكاميرا. اولا بنكتب ذا واسم الحيوان، بعديها از، بعديها ذا، ذا بعدها صفه، وزود لها اي اس تي. حلو قوي. تمام. مثلا ذا انت از سمول، از ذا سمولست انيمال. طيب عاوز اقول الدولفين هو اسرع حيوان. انيمال. طب يا اياد، دي لاياد المايك. لو عاوز اقول يا اياد الكابوريا هي ابطا حيوان. سلوست انيمال. ذا سلوست انيمال. طيب عليها بويتش وورم. اه طب وريني كده السؤال كده، اسالي السؤال كده فوق. على الاليفانت از ذا بيجست، ذا الاليفانت از ذا بيجست انيمال. ايوه. ايوه. جميل. يبقى دي اسمه which one is the biggest، وفي الاخر question mark. question mark question mark يا جميل قوي. حد عاوز فيكم يضيف حاجة؟ عاوز ترد عليها؟ عاوزين تزود حد فيك عاوز يزود حاجه؟ كده تمام. شكرا ليكم. برافو عليكم. محاوله كويسه، وان شاء الله في المرات اللي جايه هتبقوا افضل واحسن. شكرا ليكم. تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان ننجح.